في مولانا السلام عليكم. راح نبدأ بالمحاضرة الأولى من كورس الستيل ستراكشر للمد ديزاين. بداية منا نبلش بتعريف في بعض خواص المواد اللي تتعلق بمقاومة العناصر للعجوم أو الجهود الخارجية أو القوى الخارجية. بالكورس راح نتعلم التنشن ممبر والكمبريشن ممبر والاكسل ويز مومنت او اكسل ويز باي مومنت. يا بيكون عندي عزم مع قوة نظمية، يا بيكون عندي عزمين باتجاه اكس وواي مع قوة نظمية، وراح نصمم البيمات وتعارضها العزوم وجهود قص. طبعا اي عناصر في المبنى مثل ما بنعرف تتعرض لاجهادات، وهل الاجهادات او الحمولات، هل الحمولات بيكون عندها كنتيجه لتاثير العزوم او القوى الناظميه او القوى الشاده تخلق اجهادات بالعنصر. اذا للاستابيليتي لهذا العنصر او ليكون هالعنصر مقاومته كافي لتحمل هذه الجهود وعدم انهياره، لازم يكون القوة الداخلية لهذا العنصر تزيد عن القوة المؤثرة عليه أو الإجهادات المؤثرة عليه. طبعا بالنسبة للمنشآت المعدنية لازم يكون في تنسيق بين المعماري والإنشائي بهذا الخصوص. العناصر ذكرنا بتتعرض لشد ضغط، وكل نوع من أنواع القوى اللي بتعرض لها العناصر إلى طريقة تصميم معينة. التصميم أو الطريقة اللي راح نعتمدها بالكورس تعتمد على الكتب ومواصفات الـ AISC، هي American Institute Steel Construction، وكتب خاصة بهذا الموضوع أيضا. الوحدات رح نحكي فيها هي وحدات أمريكية، لأن الـ AISC حتى الآن ما لقينا مرجع بالوحدات المترية. بما أنه المقطع رح يقاوم بخصائصه اللي متمثلة بعزوم العطالي والعزم الاستاتيكي، اللي راح نشوف العزوم والضغط هي نتيجة خصائص هذا المقطع. بشكل عام لتحديد أي مقطع أو خصائص أي مقطع، منحدد أول شيء منحدد مركز ثقله. بعد تحديد مركز ثقله منحدد بنحسب العزم الاستاتيكي وعزم العطالي. كيف بحدد مركز ثقل أي شكل موجود عندي أو أي حجم أو أي مساحة؟ إذا عندي central of mass، مركز كتل، كل كتلة موجودة عندي باخذ مركز، أنا بنسب جميع الكتل لجملة إحداثية فرضية أنا بفرضها. كل كتلة مضروبة ببعد مركز ثقل هذه الكتلة عن الجملة اللي فرضتها، مجموع الكتل ببعد مركز ثقلها مقسومة على مجموع الكتل، بيطلع عندي أنا مركز ثقل هذه الكتل سواء باتجاه X أو باتجاه Y. بالنسبة للعزم، moment of area هو عزم المساحة، ورح نشوف عزم المساحة بيكون هو أيضا رح ناخده هو العزم الاستاتيكي، لأن مساحة في بعد مركز ثقل هذه المساحة عن جملة إحداثيات مفروضة نحن بنفرضها، وبنحسب عزوم المساحة بالنسبة لهذه الجملة، ومنحسب أيضا إحداثيات مركز ثقل عدة مساحات بالنسبة لهذه الجملة، وهو هذا المركز بيكون مركز ثقل المساحات. حتى إذا عندي خطوط أيضا، Central of line is defined as،
طول الخط مضروب في بعده بعد مركز ثقله عن جملة إحداثيات مجموع مضروب مقسوم على مجموع الأطوار، بيطلع عندي الإحداثيات X و Y و Z، أيضا إذا عندي حجوم بنفس الموضوع. عزم العطالي لزملائنا اللي مشان مصطلحات بس اللي ما بيعرفوا عزم العطالي، عزم العطالي هو المومنت اوف انريشيا او السكند اريا مومنت، هو عبارة عن مساحة بمربع بعد عن مركز ثقل. عزم العطالي اي اكس واي واي هو تكامل اكس مربع بدي واي، بعد ناخذ مساحة صغيرة ومنكاملها على x مربع اللي هو بعد مركز ثقل هالمساحة عن المحور y، والاي اكس هو بعد مركز ثقل المساحة عن محور x. الاي زد هو الجي، وكمان راح نشوفه بالجداول هو اي اكس زائد اي واي. اي اكس واي واي اللي حسبناه حسب مركز ثقل العنصر. طيب اذا مركز اذا عندي مجموعه عناصر، كيف بدي اوجد انا عزم العطالي لهذه العناصر حول مركز ثقل جمله العناصر؟ اذا عندي كل عنصر بحسب له الاي اكس حول مركز ثقله، وطبعا معظم زملائنا الشغالين بالتصميم معروف الموضوع بالنسبة لهم. عندي مثلا إذا كان عندي مستطيل راح يطلع بي اتش مكعب على 12 أو اتش بي مكعب على 12 حسب المحور اللي انت عم تاخده. طبعا هذا بالنسبة للمركز. إذا عندي أنا مركز ثقل عدة عناصر، عدة مربعات، مثلثات، عدة أشكال، باخذ عزم العطالي المومنت اوف الريشيا سكند مومنت اريا حول مركز ثقل زائد مساحته ببعد مركز ثقل هذا الجسم أو هذا المقطع عن مركز ثقل جملة المقاطع بنفس الموضوع للآي إكس والآي واي. الراديوس أوف غرييشن، وهذا من أهم الأمور بتصميم المعدنية واللي بنعتمد عليه بتقرير القوى على العنصر، راح نشوفها بالأمثلة. راديوس أوف غرييشن نصف قطر العطالي بنسميه، اللي هو تحت الجذر عزم العطالي على A. إذن عزم العطالي على مساحة المقطع الـ Rx، في عندي أنا نصف قطر عطالي باتجاه X ونصف قطر عطالي باتجاه Y، ونصف قطر عطالي قطبي هو الـ J على مساحة المقطع. دائما أنا لما بحسب القوي بحسبها حسب نصف قطر العطالي اللي بيعطيني تحنيب، أو نصف قطر العطالي الأصغر. بنشوف بالأمثلة كمان بعدين هذا الموضوع. عندنا بس تذكير لما ذكرناه بحساب مركز ثقل الجسم، إذا كان عندي شكل مثلث، دائرة، مستطيل، مكونين الشكل ظهر أمامنا، لحساب مركز ثقل هذه الأشكال جميعاً نحسب أو نفرض جملة إحداثيات تمر بنقطة O Y و X، ثم نأخذ مساحة كل جزء وقسم الأجزاء، لأن كل جزء معروف مركز ثقله سواء مستطيل أو مثلث أو دائرة، بأخذ المساحة بضربها ببعدها عن X وبعدها عن Y بكل مرحلة، وبحصل على بالأخير المركز الإحداثيات لهذه الأشكال اللي هو حاصل مجموع المساحات ببعدها عن مركز الثقل مقسوم على المساحة الإجمالية للشكل اللي هي مساحة A 1 زائد A 2 زائد A 3 زائد A 4. طبعا إذا هون عندي أنا دائرة مفرغة معناتها لازم أطرح الدائرة ومساحة هذا الشكل هو 1 A1 زائد A2 زائد A4 ناقص A3. ما
بدنا نميز كمان عزم أو محور البلاستيكي والمحور المرن أو الناتشرال أكسس. الناتشرال أكسس بنحسبه مثل ما قلنا بالمثال قبله، أن كل المساحات مضروبة بعد مركز ثقلة على مجموع المساحات بطلع X و Y، هذا بيحدد لي المحور المرن أو الناتشرال أكسس. البلاستيك ناتشرال أكسس كيف بعرفه؟ طبعا هو بيعطيني قيمة ZX اللي هي راح أحسبها. ZX هو البلاستيك سيكشن مودولس أو العزم الاستاتيكي. إذا قلنا عزم استاتيكي هو نفسه البلاستيك مودولس سيكشن أو الإلاستيك مودولس سيكشن. المحور اللدن لأي مقطع هو المحور اللي بقسم أي شكل إلى قسمين متساويين، إلى مساحتين متساويتين. فلذلك عند بدي أحدد أن المحور لأحسب العزم الاستاتيكي اللدن بنشئ محور وبحسب المساحتين فوق المحور وأسفل المحور، هالمساحتين لازم يكونوا متساويات. إذن المحور هون نقول هو المحور البلاستيك ناتشرال أكسس، محور اللدن عن زد اكس بنفس المساحة أو بنفس الطريقة لحساب العزم الاستاتيكي اللي هو مساحة في بعد عن مركز المقطع سواء اللدن أو البلاستيكي، والعزم الاستاتيكي اللي بيطلع معنا من هالمقطع أو من المقطع يسمى حسب المحور اللي أخذ العزم الاستاتيكي حوله. عندي الشيب فاكتور. الشيب فاكتور هو عامل مهم جدا جدا اللي هو نسبة العزم الاستاتيكي اللدن على العزم المرن. كل ما كان عندي شيب فاكتور كبير معنات المنطقة اللدني عندي بتكون كبيرة. يعني إذا فشل بالمروني المقطع بدخل بالمنطقة اللدني، بحتاج وقت لا يفشل بالمنطقة اللدني، وهذا بيعطيني دكتيلتي للعناصر. شيب فاكتور كان جيف اس ميد سم ايديا اوف ريلاتيف دكتيلتي اوف ذا ممبر، وهذا فكرة عن خصائص المقاطع. ورح ننتقل بعد ما أخذنا فكرة عن خصائص المقطع أو المقاطع، بدنا ناخذ فكرة عن الجداول، لأن بالأمثلة اللي رح نحلها رح نذكر إني هالقيمة من هالجدول. ورح نشرح الآن الجداول اللي موجودة بالAISC. الحقيقة الأمريكان هم أفضل ناس اشتغلوا بالستيل، عملوا جداول وتفصيلات وحسابات ومخططات عزوم لكثير كثير من العناصر والمنشآت. التابل عندي واحد واحد، وطبعا نحن ماخذين جزء وأنا بعطي على W section، فأحيانا ممكن نحن نقول I section لأني ماخذ على فكرنا شكل الآي فمقول آي سيكشن، لكن بالمواصفات الأمريكية الـ AISC الـ W يقابل آي عنا. فإذن الـ W 44 ضرب 355 وانت نازل، ضرب 290 ضرب وانت نازل بالمقاطع، بيعطيك مساحة، بيعطيك دبس، بيعطيك سكنس للجناح، بيعطيك سكنس للويب على 2 أو هون سكنس أو ويب، بيعطيك البريتس وحاطط لك الشكل الـ W section وكل البارامترات اللي شايفه هون موجودة بالرسم. بيعطيك أيضا المقطع وبيعطيك خواصه اللي ذكرناها، هي العزم الاستاتيكي وعزم العطالي ونص قطر العطالي I, S, R و H على ارتفاع المقطع، على سماكة المقطع. هاي كمان كتير كتير بتهمنا بموضوع اللوكال فيلر للجناح أو للجسد. وعطينا الجي وعطينا ثابت الفتل كونستانت ووربينج، أعطيك الاس صفر، أعطيك الار تي اس كمان رح نشوفها بالبيمات هالقيمة والأعمدة.
الوزن لكل عنصر من العناصر اللي هي W 44 لل W 40. نرجع أعطينا أيضا مقطع، إذا كان في عنده مقطع مركب من W section مع channel بيعطيك الخواص والمواصفات لهذا المقطع. ZX عزم اللدن، عزم مودل سيكشن، بلاستيك مودل سيكشن، كمان لكل مقطع المقاطع بيعطيك اياه وبيعطيك شو العزم اللي بتحمله بكل اتجاه، وحسب اللوبل ستيت ديزاين او اللوبل سترينجز ديزاين ميزد والالتيميت ديزاين ميزد هي او اللود فاكتور بنسميها لود ريزيستنس فاكتور ديزاين. طريقتين التصميم. طبعا عوامل الأمان مذكورة هون أيضا بالنسبة للـ ISD والـ RFD. أيضا القوة الأعظمية اللي ممكن يتحمل أي مقطع من خلال أو عفوا القوة الموزعة بانتظام على أي مقطع W 44 ضرب 353 ضرب 290 ضرب 262، كم لسبان اللي بتحمل معه هذه القوة الموزعة أو اللي ممكن نحملها للبيم. أيضا من خلال الكيل على R بطلع عندي أنا تحمل المقاطع على الكمبريشن، الأكسل كمبريشن، هاي راح نشوفها كمان بالأمثلة كتير، وهي هون خواص المقاطع. بنلاحظ عندي إذا كيل طلعت 20 ونرجع المقطع، شو المقطع هو مثلا 14 ضرب 200 342 وعندي 20، معناته عندي تحمل المقطع، هذا المقطع بال LRF هو 3600 كيبس كيلو باوند، وبال ASD هو 2390 وهكذا. بعد هذا الشرح بدنا ندخل بموضوع بقاني الستيل وأنواع مقاطع الستيل. أنواع مقاطع الستيل اللي بتكون عندي hot rolled section، يا بتكون عندي built up section، يا cold frame section. hot rolled هو المقطع كامل مثل ما أنا شايفين هون، هي كل المقاطع أو معظم المقاطع اللي عنا بالكود الأمريكي، هي W section والS والأنجل، وإما الأنجل بيكون equal leg أو unequal leg أنجل، والchannel والcut او دبليو تي بنسميه او كت تي سيكشن. هالمقاطع هاي بتطلع من المصنع جاهزه ما عليها اي تغيير او تعديل، وبنسميها هات رولد. بيلت اب سيكشن عباره عن مقاطع مركبه، نحن بنركب هذه المقاطع بطريقه الحامات. كولد فريم سيكشن هي عبارة عن المقاطع اللي منشكلها على البارد. كيف منشكلها على البارد؟ عبارة عن صفائح معدنية نقوم بثنيها وتشكيل المقاطع اللي بدنا إياها. نرجع لموضوع الإجهادات للعنصر بتتعلق، أو القوى الداخلية لأي عنصر بتتعلق خواص المقطع وإجهادات هذه المادة. نلاحظ نحن بالشكل في عندي المقطع بيظل شغال معي ليصل الـ FY، وهي بهالمرحلة هي بنسميها المرحلة المرنة الإلاستيك. إذا طبقنا حمولة رفعنا حمولة برجع، طبقنا حمولة بصير تشوه، رفعنا الحمولة التشوه بزول وبرجع العنصر لوضعيته الأصلية إلى أن نصل لـ FY. بس تجاوزناها معناته دخلنا أنا هون بالمرحلة اللدني. إذا دخلنا بالمرحلة اللدني معناته العنصر ما رح يرجع لشكله الأصلي. أنواع الحديد عندي أما حديد بلين كربون ستيل بيكون فيه، ونسبة الكربون بتكون أقل من واحد، وفي عندي أنا لو الوي ستيل المطاوعة قليلة في حديد وكربون مع بعض
المركبات اللي نسبتها بتوصل ل5%، إذا بدكم ترجعوا لأي مواصفات الكومبوزيشن لهالأنواع الثلاثة من الحديد اللي هي البلين كربون ستيل واللو ألوي ستيل والهاي ألوي ستيل، بنرجع للاي اس تي ام وبنشوف مواصفاتها. إذا لو ألوي ستيل في عندي كربون وحديد وعندي مواد أخرى نسبتها أقل من 5%. طبعا مشان تزيد هالمواد هاي بتزيد المقاومة عن البلين كربون ستيل. الهاي ألوي ستيل النوع الثالث هذا ستيل خاص، يعني هذا بإضافة الحديد والكربون في عنا بعض المعادن المنظيفة وبنسب الكربون والحديد برفع مقاومة الحديد. السترينكس للهاي ألوي بيكون أعلى من السترينكس تبع اللو ألوي ستيل أو البلين كربون. أنواع الستيل وهي كتير مهمة، لأن بالتصميم لما بيكون عندي أنا بتعرف دائما مقاطع الستيل ومواصفاته، مثلا الحديد A36 أو A572 أو A992. مواصفات الحديد هاي لازم تجي من المصنع من المصنع، لأن هو المصنع هو حاطط النسب العناصر أو الكومبوزيشن للستيل، وممكن تطلب أيضا منه الكومبوزيشن لتقارن مع مطابقته أو للمواصفات لـ STM. إذن الـ A360 بس شفت مواصفة عندك A360 معناتها الـYielding الـ FY اللي هو 36 KSI الـ FU من 58 لـ 60. طالما من 58 لـ 60 أنت بتاخذ الـ 58 وبتطبق عليها حساباتك. الـ A572 الـ FY 50 والـ FU هي التنسل سترينكس 65، الـ A992 50 ب 65. إذن مجرد ما تعرف نوع الحديد تعرف أنت الـ FY والـ FU، وممكن تحسب إجهادات هذا المقطع بمعرفة خواصه من عزم عطاري مومنت أوف الريشيا أو المودر سيكشن اللي هو العزم الاستاتيكي. مبدأ التصميم عندنا في المعدنية نستخدم ثلاث طرق. أولاً الالوبل ستيت ديزاين ميثود أو الالوبل سترينكس ديزاين ميثود واللود ريزيستنس فاكتور ديزاين. اللود ريزيستنس فاكتور ديزاين هي منصعد فيها الحمولات وممكن نسميها الالتيميت ديزاين ميثود، والاي اس دي وركينج لود ميثود أو Working Load State Method. نعم Design Method. والطريقة الثالثة بالتصميم هي البلاستيك ديزاين، إذن التصميم بالطريقة اللدنة. ودائما عندي التصميم أنا عندي Allowable Strengths هي Nominal Strengths على Safety Factor. Nominal Strengths بحسبها من إجهادات المعدن اللي عندي الستيل FY والFU ومساحة المقطع والعزم الاستاتيكي وعزم العطاري، فبالتالي بطلع أنا عندي هاي الألوبل سترينكس للمقطع سواء بالASD أو بالLRFD. إذن هذا الكونسيبت ديزاين فيلوسوفي. فاكتور لود مثل ما حكينا يا أما مصعد حمولات يا أما نعيف اللي لود ريزيستنس فاكتور ديزاين. Load Resistance Factor Design مثل ما حكينا منصعد الحمولات، والAISC لما يصعد الحمولات برجع للASCE 7 وبياخد تركيب الحمولات بالكود الخاص بالحمولات الأمريكان Society Civil Engineering، بياخد الكومبينيشن للود كلها ومنصمم
المقطع ونحسب الجهود بناء على هذه الكومبينيشن. دائما لازم ارجع انا للكود اللي موصف عندي انا بالمشروع بالتصميم، ما لازم اروح لاي كود تاني خارج الكود، لان كتير مشاكل ممكن تصير معك. دائما هي الالتيميت لود اللي عندك لازم تكون اقل من المقاومة الاسمية او النومينال ريزيستنس للعنصر، applied less than the nominal strength of the member. طبعا هاي كمان الكومبينيشن عندي هناك بالالتيميت، هون بالASD الكومبينيشن. ممكن تراجعوا، معظمكم بيعرف هالكومبينيشن. ندخل الآن بالعناصر المشدودي. التنشن ممبر، التنشن ممبر هي العناصر المعرضة لقوة شد محورية، وهي بنشوفها وين؟ بنشوفها بالمنشآت المعدنية، الفراغية، الهيكلية، أبراج الكهرباء، لاتيس ستيل ستراكشر تراس، بالبريسنج تبع الأبراج، بالكيابل، في عندي أيضا أبراج الهاتف، في عندي كيابل نعمل تثبيت للأبراج فيها. هل عناصر هاي بتخضع للشد؟ فأنت أي مقطع بدك يا تستخدمه فيك تستخدمه، طالما بيحقق لك كفاءة أو يكون أدكويت لتحمل الجهود عليه أو القوى عليه. حتى ممكن أنت سواء كان هات رولد ولا بيلد أب سيكشن تستخدمه في العنصر. قوة الشد اللي بنحسبها نحن عبارة عن القوة على مساحة المقطع. بكل بساطة قوة على مساحة مقطع بطلع عندي الستريس، الإجهاد على هذا العنصر. ممكن أقارنه مع الإجهاد المسموح مباشرة. إذن عندي طريقتين لنشوف المقارنة لحساب سواء الإجهادات أو القوة اللي بتحملها هذا العنصر واللي بنقصده قوة الشد. To prevent excessive deformation، لمنع تشوهات الزيادة، عنا أول شيء بنحقق الييلدينج، nominal strengths in yielding اللي بنحسبها للعنصر. القوة الإسمية هي عبارة عن FYBAG، يعني إجهاد العنصر بمساحة العنصر بطلع المقاومة الإسمية، وللربتشر أيضا أو الفراكتشر نقول FUBAE. هاي AE راح نشوف كيف حسابها بعد فترة. إذن يمكن بالمحاضرة الثانية إن شاء الله. البن المقاومة الإسمية لليلدينج هي FYBAG، لازم ننتبه FYAG يلدينج، FUAE فراكتشر. إذن بنحسب القوة اللي بتحمل العنصر من هاتين العلاقتين باليلدينج وبالفراكتشر. طبعا في عندي عوامل أمان لازم أطبقها على العنصر. بالنسبة للطريقة للوبل سترينج ديزاين أو الوركينج لود أو للوبل لود، هي السيفتي فاكتور 1.67 وقربناه بطلع 0.6 FYAG. وإذا بتتذكروا كنا نحسب إجهاد الحديد على 60% FY، ونروح للخرساني أيضا ناخده 50 وأحيانا 45% من FC. إذن هون الحديد 0.6 FY BAG بطلع عندي التحمل الإسمي حسب الASD، بينما بالLRF العوامل اللي راح استخدمها هي 0.9 و 0.75، اليلدينج 0.9 و 0.95 الفراكتشر، وبحسب المقاومة الإسمية للمقطع 0.9 FYAG و 0.75 FUBAE، مثل ما قلنا الإفكتيف أريا بالمحاضرة الثانية رح نشرحها. البيو هي الألتيميت لود اللي عندي أنا المطبقة على العنصر، هي لازم تطلع أقل من هالقيمتين. هو القيمة الأقل هي اللي باخدها سواء طلعت من الفراكتشر أو من يلدينج. طبعا
بالنسبة للفراكتشر لل ASD السيفتي فاكتور 2، نرجع بس هون 1.67 بال يلدنج فراكتشر 2 وبتجي 50 FUAE. إذن ال FT الإجهادات هي 0.6 FY و0.5 واحدة باليلدنج و0.5 بالفراكتشر. ناخذ مثال عن الموضوع، التنشن كتير كتير بسيط. بناخذ مثال مشان ما نطول بالوقت، عنا بليتي متصلة ببليت جسيت بليت، عندي السماكة نص انش والطول موجود عندي 5 والحديد A 36 وعندي البراغي 4 بكل صف 2، البرغي 5 على 8 وبضيف له 1 على 8 بالإنش مشان تركيب البرغي. لازم دائما قطر الهول أكبر من قطر البرغي بواحد على 8، إذا 3 على 4 إنش بطلع عندي الهول. ولازم أحسب بهالمثال القوة اللي بتحمل المقطع بالـ LRFT وبالـ ASD. إذا الكروس سيكشن هي 5 × 12 × 1 × 0.5 إنش، بطلع عندي 2.5 إنش مربع. إذا الـ BN FY BAG إذا 36، مرجع مثل ما ذكرنا بالجدول إني لما بيكون عندي A 36 الإجهادات تبعها 36 الـ FY، إذا FY BAG طلعت القوة اللي بتحملها for fracture. نحسب النت area of the section، طبعا الافكتيف كمان هي راح ناخدها بعدين، لكن هون حاليا بالمثال راح نقول AA هي نفسها الـ AN. إذا الـ AG الـ cross area ناقص مساحة الفراغات اللي هي البراغي. بعد ما طالع المساحات بالـ BN التحمل الاسمي على الشد هو FUBAA، طالعناها على الثاني باليلدينج 0.9 ب90 81 الفاي بي ان هاي بالفراكشن 75 ب101. ليش؟ لأن مثل ما قلنا عنا هون في عندي عامل تخفيض 75% في الفراكشن و90% لليلدينج. طبعا التسعين طلع معي أنا هون 90 وال101 لما حسبتها على فراكشن 101، إذن طلعت قوة التحمل هون بطريقة الـ ASD كمان ممكن نحسبها. إذن بكل بساطة أنا بشوف القيمة الأصغر من اليلدينج أو الفريكتشر وبقول تحمل هذا العنصر هو هذه القوة. لاحظوا أني الفريكتشر بتحمل قوة أقل من اليلدينج، إذن بقول تحمل هذا العنصر هو 67 كيلو باسكال أو كيبس. الإفكتيف أريا اللي حكينا عليها رح نتوقف بدرسنا الأول عند الإفكتيف أريا، وهذا الدرس الأول انتهى، وإن شاء الله بنشوفكم بالدرس الثاني. ونتمنى إذا في أي سؤال أي استفسار جاهزين. السلام عليكم.